السلام عليكم. أسئلة الدور الأول لطلاب خارج العراق ونازحين في شمال العراق 2019 الدور الأول. دائما أنا من أبدأ حل الأسئلة الوزارية أبدأ بالسؤال الأول فرع B أسئلة القطع، وأترك آخر شيء القطع الخارجية نهاية الفيديو. الفرع B: Answer 5 of the following sentences using formation from your textbook. جواب 5 من أسئلة المتعلقة بالقطع. سميرة's active language is Arabic. لغة سميرة الأصلية، لغة الأم، هي العربية. هذه من قطعة مترجم مؤتمر يونت 3. Wind power doesn't produce any waste or greenhouse gases. طاقة الرياح لا تنتج أي فضلات، نفايات وغازات الاحتباس الحراري. من يونت 8 قطعة طاقة الرياح. True، هذه صحيح، هي لا تنتج فضلات ولا غازات احتباس حراري. How does a radar speed gun work؟ كيف يعمل مسدس الرادار؟ قطعة الرادار اللي هي بيونت الثاني. By sending radio waves towards a car، بإرسال موجات راديوية باتجاه سيارة. How can a banker encourage students to open accounts؟ كيف يمكن لمدير البنك أن يشجع الطلبة على فتح حسابات؟ من يونت 6 قطعة مقابلة المصرفي. By offering special student accounts، بعرض حسابات طلبة خاصة. هاي اللي هنا أنا تقريبا كلش كافية، إذا أريد نكملها. If the bank is close to university or college، إذا كان البنك قريب من جامعة أو كلية. The pressure of life will cause health problems، ضغط الحياة سوف يسبب مشاكل صحية. من قطعة الإجازات، أهمية الإجازات والعطل. يونت 5 True. Why do some officers direct traffic؟ لماذا ينظم بعض رجال الشرطة المرور؟ من قطعة واجبات الشرطة، واجبات رجال الشرطة من يونت الثاني. To make sure that drivers use the roads easily without accidents، ليتأكدوا أن السائقين يستخدمون الطرق بسهولة وبدون الحصول على حوادث. هنا اكو فد شغلة جزئية بسيطة، انتو اذا تشوفون الاجوبة النموذجية اللي تنعرض بالانترنت وهي متعلقة بمركز الفحص، وتلقون كلمة طائرة، كلمتين زايدة، كلمة وحرف جر، ما اعرف شلون رايح، وقلتوا الاجوبة هاي ما تشبه الاجوبة النموذجية. يا ناس، الاجوبة النموذجية مجرد خط يمشون عليه المصححين بالقطع الاستيعابية. اكو ممكن جمل او اسئلة تنحل باكثر من طريقة، او تلقى لها اكثر من حل، او تتصرف بالجملة، تتصرف بالرد. لكن اكو معلومات ثابتة ما تقبل النقاش، مثل هسه قطعة سميرة، او قطعة سميرة من يقول لي لغة سميرة الاصلية، ايش اقول له؟ هيروغليفية يعني مثلا، اذا انا ما تذكرت عربية، هاي خطأ، هاي ما تقدر تتصرف بها انت. مثلا طاقة الرياح لا تنتج فضلات، هي ثابتة true. هذه الأجوبة أكو أجوبة معلوماتية وأكو أجوبة استيعابية، هم ليش سموها قطعة استيعابية؟ فرجاء خاف تشوف أنت بادين بالباي أوفرينج، تجي هنا واحد كاتب جواب نموذجي مثلا، يصير عندنا بانكر كان انكرج ستودنتس تو أوبن أكاونت، وبعدين يضيف هذا الجواب النموذجي اللي يسمونه. عادي يعني، ممكن اختصر بالجواب، وممكن ارد اجاوب جواب نموذجي اجيب معظم الاسئله منها. يعني هاي ممكن نقول A radar speed gun works، نشيل الدز ونرجع الاسل هنا، وبعدين نقول باي سيندينج، وهذا كافي. باي سيندينج راديو ويفز توورز ذا كار، بيرسل موجات راديو باتجاه سياره. فرجاء لا حد يظل كل شويه مثلا هاي الاجوبه مو نموذجيه وهاي الاجوبه اخذ عليها درجه او لا، تاخذون كلها درجه عليها كامله. ننتقل للسؤال الثاني فرع اي، القواعد لجرامر اند فانكشن، قواعد ووظائف. سعاد looks tired، هاي من يونت 5، الماضي المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. سعاد looks tired، I don't think she sleep very well recently. هنا كاتب لي باع المطلب هو اكبر اطول من الجمله حتى. Put the verb in the brackets into the correct tense، خلي الافعال الموجوده او الفعل الموجود بالقوس بالزمن الصحيح، يا اما present perfect simple مضارع تام بسيط، او present perfect continuous.
مضارع تام مستمر. هنا احنا الوجود كلمة ريسنتلي معناتها مؤخرا، يعني معناته انه انا عندي استمرارية بالموضوع. بعدين هي ترجمة الجملة وهي موجودة نصا بالتمارين. ساعات تبدو متعبة، لا اعتقد انها تنام بشكل جيد مؤخرا. فهذا راح يصير عندنا الجملة بالاستمرارية، راح يصير مضارع تام مستمر. مضارع تام مستمر يتطلب هاف هاز بين ونضيف للفعل اي ان جي. تريد تكتب بس هاز بين سليبينج صح؟ تريد تعيد الجملة من الطول للطول تميزها، بس بشرط تكتبها بشكل واضح، ماكو مشكلة. قسم من الأجوبة ممكن تجاوب فقط الجواب، وقسم منها تتطلب لا تعيد الجملة كاملة. وهسه نشوف السؤال الثاني. define a marketing manager، عرف مدير التسويق. وكاتب لي use استخدم responsible for advertising and selling products، مسؤول عن الإعلان وبيع المنتجات. الجواب راح يكون انه نجيب الماركتنج مانجر ونكتب is someone who ونضيف is هنا وننزل المطلب اللي عندنا is responsible for advertising. unfortunately جمل الندم من يونت 3. you were rude to your brother now. احنا راح نحذف unfortunately ونحذف الجملة الثانية اللي هي now he won't. فقط راح نتعامل بال you were rude to your brother، نحولها للماضي التام. جمل الندم تتحول بالماضي التام. الندم وقايل لي استخدم if only، فضروري استخدم if only، ما استخدم I wish. You hadn't been rude to your brother. تصير الجملة عكس الجملة، الجملة كانت مالتي مثبتة تصير منفية. أنا إذا أحاول شوي أنطي بعض المعلومات بشكل سريع، مو بالضرورة تفاصيل دقيقة. He asked somebody to cut his hair. موضوع الأفعال السببية من اليونت الثاني، وقايل لي استخدم للفعل have اللي بالحل راح يكون had. جمل ask للتو تحذف ونعوضها بالأداة اللي هي had. بعدين نقدم المفعول به اللي هو his hair، والفعل يتحول للتصريف الثالث cut، فصير he had his hair cut. I'm very disappointed to hear that health club is closing down. Future in the past، مستقبل بالماضي. هذه الجملة إذا تريد تعيدها كاملة فقط هذا التغيير البسيط، ال is هذه راح تصير عندنا was فقط. يا أما تكتبوها فقط was تعتبر صح، أو تريد تعيد الجملة وتتعب وتكتبها لكن تميز للواز الموجودة. طبعا هاي الآمل بالبداية هو حولها واز أصلا. وايل علي هاف الشاور، علي من كان ياخذ حمام، شخص نوكت ات ذا فرونت دور، شخص طرق الباب الأمامي. الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر باليونت الأول. الحلول تصير عندنا جملة الوايل اللي هي راح تكون تابعة لزمن الماضي المستمر، فتصير واز هافينج. والجملة الثانية راح تصير بالماضي البسيط، والفعل يا أما يكون اي دي أو قياس شاذ، وهذا الفعل knocked. تردون تكتبون was having فارزة و knocked، تردون تعيدون الجملة كاملة. What are you doing on Friday afternoon؟ عدنان asked me reported questions، سؤال المنقول. نعيد الجملة نقول عدنان asked me، ننزل ال what، ال r نحولها was، وال you على الشخص اللي بعد ال ask me راح تصير I، ونحول الـ I والـ was واحدة عكس الثانية، فتصير what I was doing on Friday afternoon، ونلغي علامة السؤال ونخليها نقطة. لمزيد من التفاصيل يعني إذا تريدون تفاصيل ثانية موجودة بالفيديوهات اللي موجودة حسب المواضيع. If you want to do degree in Britain, if he want, he have to do 1 year foundation course first. إذا هو يريد يدرس بريطانيا لازم يروح سنة تأسيسية أولية إلى آخره. هذه الجملة كاتب لي correct the form of the verbs in brackets، صح لي الأفعال بالأقواس. زين الموضوع شنو هو؟ موضوع F الشرطية. F الشرطية خذوها من عندي، إذا تجيكم قوسيا بالأسئلة حلوا على الحالة الشرطية الأولى. إذا تجي قوس واحد عاد نشوف إحنا الدليل اللي موجود بالجهة اللي حالها، يا أما أولى أو ثانية أو ثالثة. بس جمل القوسين دائما حلوها بالحالة الشرطية الأولى. الحالة الشرطية الأولى جهة F راح تصير بزمن المضارع البسيط، الفعل اذا مثبت يا اما ياخذ اس او يبقى مجرد، بما ان الفاعل هي اخذ اس سير will have to فقط هذا الحل. they learned a lot in the military so I don't think they'll have trouble getting a job. expectation هنا التوقع، بالتوقع احنا نترك الجملة الاولى ما عندنا شغل بها، تريد تنزلها تريد ما تنزلها بكيفك. عندنا I don't think راح تحذف من الحل وتتحول shouldn't لأنه نفي. ننزل السو وعدنا الفاعل اللي موجود هذا they نحاوله أو نكتبه بداية الحل so they، وقلنا هاي ال I don't think راح تتحول shouldn't. ال will أيضا تحذف من الحل.
have stairs, avoid been the accident to repair. هاي كلمات مخربطة، هي جملة كاملة لكنه مطلوب مني أرتبها حتى أسوي passive sentence. الجملة تقدرون، أكو تمارين موجودة، تمارين الترتيب تمرينين نصا يجيبوهن. فإذا ما عندك الإمكانية ترتب الجملة بحسب القواعد، ممكن تحفظهن نصا، تأخذ لهن صورة بالجاليري مال عقلك وتحفظ هذا التمرين، ويصير عندنا the stairs have been repaired to avoid accidents. It's the most important meal of the day. Imperative to give advice. الadvice عندنا إذا تجي وياها imperative، then النصائح العشرة من يونت الأول. مع ذلك هي دائما يجي قبلها نقاط، هيش تقريبا الثلاثة مثل هذه، ويكتبوا لي العبارة هاي واستنتج من عندها النصيحة. هذه نصيحة وجبة الإفطار، قايل لي أهم وجبة في اليوم نقول له don't miss breakfast، نكتب بس هاي. I bought him a new mobile phone last week and he already lost it. الجملة هاي correct the sentence، صحح الجملة. هذا التمرين الوحيد موجود بيونت خمسة، تمرين تصحيح الجمل كاملة. هذه الجملة من الطول لحد الآن كل شيء ما بيها صحيحة. الخطأ هنا بال he already lost it. أكو موجود عندكم فيديو كامل عن هذا التمرين، تقدرون تطلعون عليه، تمرين تصحيح الجمل، وتشوفون ليش احنا هنا راح نضيف has ونحول الفعل تصريف ثالث، فصارت هي has already lost it، بأنه عندنا already من دلالات المضارع التام البسيط، والمضارع التام البسيط يحتاج has إلى آخره. لكن أنا منطيكم طريقة أنه إذا ما تلقون has بالجملة لازم تضيفون has وتحولون الفعل تصريف ثالث، وهكذا تقدرون تطلعون على الفيديو حتى تعرفون شلون ينحل هذا التمرين. فرع بي من السؤال الأول، هنا اختيارات عندنا few little، نعتمد على الأورنج جوس غير معدود، فراح ناخذ little هذا غير معدود. عندنا مايك شخص عاقل، ولافز فعل ياخذ هو، اللي هي عاقل واسم، عاقل وفعل ياخذ هو. I haven't seen a good film last January. عندنا since وفور، إذا أجتي وماكو وراها لا إيه لا آن لا أس الجمع، ناخذ since. I think، ما دام عندي think هاي من الكلمات الدالة لليونت 7 المستقبل، فآخذ will ومجرد، ما آخذ will be و ing. It was the most frightening day of my life. ما دام بدأت الجملة ب it، فبهالحالة ناخذ الصفة اللي هي بيها ing. You don't have to you must pick me up. جملة اللي تأخذني وياك بالسيارة، أنا راح أخذ الباص، هي ليس أو ليس عليك أن تأخذني معك بالسيارة. السؤال الثالث الـ vocabulary and spelling، المعاني والإملاء. عندنا هذه الكلمات architecture هندسة معمارية، disasters كوارث، deforestation إزالة الغابات، expired منتهي الصلاحية، condition حالة، تجي ظرف، لكن هي هنا ما معناتها حالة، mandatory إجباري إلزامي. If deforestation continues، إذا استمرت إزالة الغابات، many species of animal will disappear completely، أصناف كثيرة من الحيوانات، الصراحة animals، من الحيوانات راح تختفي. A qualification in English، هذه موجودة باليونت 8 بالمناسبة. A qualification in English، مؤهل باللغة الإنجليزية، is mandatory، إجباري، if you want to study in England، ضروري وإجباري إذا تريد تدرس في إنجلترا، موجودة بيونت 7. زها حديد started to teach، مبينة إحنا زها حديد هي معمارية، فأكيد architecture students in famous universities like Harvard. زها حديد بدأت بتدريس الطلاب الهندسة المعمارية في أشهر الجامعات مثل جامعة Harvard. اشتريت سيارة مستخدمة، but it is in a good condition، لكن حالتها جيدة. طبعا هذا موجود بيونت 6 كتاب النشاط، من هاي التمارين اللي عبارة عن مثل الحوار. هذه الجملة هي هذا التمرين، موجود صفحة 134 كتاب النشاط دي، هاي كلمات تنزل بالفراغات. فالجملة هذه I bought a new car a used car but it's in very good condition، هاي الكلمة اللي هم شايليها.
فعادي يجيبون من اي مكان بهذا التمرين، مو بالضروره الا من التمارين الاصليه. ودائما انا اشدد على انه الطالب يقرا التمارين بالبدايه ويضبطهن، بعدين يبدي شويه شويه يفكر، بيستخدم اللسن الاول من كل يونت يفكر بيه دائما كلمات يجيبون، وتبقى هاي بعد بقت شانس الطالب، حظ الطالب، او امكانياته اذا يقدر يحفظ اكثر من اللازم. There have been a lot of natural disaster. كان هناك الكثير من الكوارث الطبيعية in the last few years، في السنوات الأخيرة. نختار الاختيار الصح على المعاني. If something has disappeared، موجود بيونت ثلاثة هذا باللسن تسعة، إذا شيء اختفى ف can't see it، أكيد ما راح تشوفه. The fairy العبارة تشتغل طوال السنة throughout the year، بيونت خمسة. Banks usually pay low charge a fee. الفي هنا أنا رسم if you are overdrawn، إذا رصيدك أو سحبت هواية فلوس ورصيد أقل فالبنوك تخصم من عندك أجر، موجود بيونت ستة. If you pass this test، إذا تنجح في هذا الاختبار you have more responsibility and you supervise other people. يونت الثاني، إذا تنجح باختبار الضابط تصير عندك مسؤولية أكبر وتشرف على الآخرين. I can take loan make a withdrawal، يمكنني أن أعمل سحب نقد، يونت سبعة، من أي جهاز صراف آلي في أي وقت. When the plane takes off you have to fasten or attach your seat belt، يونت خمسة لسن تسعة، إذا تقلع الطائرة عليك أن تشد تربط حزام الأمان. بالنسبة للإملاء الفرع C، joint in the arm، مفصل في الذراع. بما انه ما محدد لي بدايه حرف فممكن اكتب ريست، ممكن اكتب البو، ممكن اكتب شولدر، اي وحده من عندهم صح. تصريف ثالث، التصريف الثالث مال بريك بروكن. بيونت سبعه عندنا هذه ابلاي ابلكيشن، نحول الافعال الى اسماء. ادمت عندنا لها حلين، يا اما ادمتنس يا اما ادمشن، اي وحده من عندهم تعتبر صح. بروبرتي ستاف من يونت الثاني بقطعه السرقه. occurred happened، هذه الكلام الرسمي والغير رسمي. اليونت الاول المعاكسات باستخدام المقاطع الاوليه. المورال immoral باديه بحرف الام. اختصارات اليونت الثاني الفريكوينت هي الكلمه الاصليه لكلمه فريك او الاختصار. الادب literature focus. عندنا السؤال الرابع. in the swing the visitor found it difficult، في الارجوحه الزائر وجد من الصعوبه to convey the death of his friend to his family، أن يوصل موت صديقه للعائلة. Who was Catherine Mansfield؟ من هي كاثرين مانسفيلد؟ هنا عندنا يسأل من عندي أعرف كاثرين مانسفيلد، ممكن تجاوبون she was the writer of the canary، ممكن تكتب هي كاتبة الكناري، ممكن she is a modernist writer، كاتبة محدثة، ممكن she is a writer from New Zealand، كاتبة من نيوزيلندا، بس مجرد تكتب she's a writer عادي هم صح، يعني ماكو فد مشكلة بيها. محمد خضير was fully aware، محمد خضير كان على وعي كامل بيش بشروط كتابة القصة القصيرة of conditions of short story writing. What was the canary to the woman، ماذا كان يمثل الكناري للمرأة؟ a perfect company، شريك مثالي. How did ستار convey his message to the little girl، كيف أوصل ستار رسالته للطفلة الصغيرة؟ He told her that her father is like smoke، أخبرها أن والدها يشبه الدخان. ويمكن تقدر تضيف أنه she can't only see him when she closes her eyes، وفقط تراه عندما تغمض عينيها. Why did Catherine Mansfield move to London in 1903؟ لماذا انتقلت كاثرين لندن في عام 1903؟ to study music، لدراسة الموسيقى. بالنسبة للإنشاءات، مقابلة عمل اليونت الثاني مع السكيورتي جارد، مقابلة أحمد، والإنشاء الثاني letter to a bank، شكوى البنك إجا لخارج العراق. والإنشاءات نرجع ونقول يا ناس يا عالم، لحد يعتمد على المرشحات، المرشحات ما تخدم، تشوش على الطالب، تخلي يتتشي بهالمعنى، يعني منه راح أحفظ ذني والله كريم، أو يقولون فلان مرشحاته 100% تجي وكل سنة تجي. طبعا إذا هو يرشح لي خمس إنشاءات لو ستة رحمة لكم، شلون ما تجي واحدة من عندهم؟ ومع ذلك رشحوا خمسة وستة وما جت، ضربوا بوري بالدور الأول. رجاء شباب بنات، لحد يعتمد على المرشحات please for God's sake. نروح نقرأ القطعة الخارجية، العلة
مال الطلاب القطعة الخارجية اللي هم العبقريات مال تعالوا نعلمكم تاخذون 10 درجات يا ناس خذوها من عندي. اكو قطع خارجية انت بعدك ما طالع من البيت وتجيك رسالة للتليفون تم اضافة 10 درجات لك هدية من لجنة التصحيح، لأن القطعة تكون سهلة تلقى الكلمات تجيبها تصفطها تاخذ 10. واكو قطع استيعابية تحصل 4، اكو قطعة تحصل 6، قطعة تحصل 8، قطعة ما تحصل 0 اصلا بما انه امكانياتك ضعيفة. انا احكي للامكانيات ضعيفة حتى تخلصون من هاي الهوسة مال التش، تلقى كلمات ومش شابها وتقدر تجيبها من الطول للطول تمشي، كل شيء يمشي بالوزارة. بالمدرسة ما تمشي هاي الفيكات، إذا تجيب من النقطة للنقطة أو ما تحول بالضمير وما تحول بالفعل والدز تحذفها ترجع أس، هاي اللي دي يقول لكم إياها بالفيديوهات مجرد قواعد لا أكثر ولا أقل، إنه إذا أكو دز وأحذفها طبعا الدو دز تحذف بالأسئلة ورجع الأس ورجع الفعل مجرد، وإذا عندي ديد راح يرجع الفعل إي ودي أو شاذ إلى آخره، وطبعا أداة السؤال تحذف، هي طبعا الوين والوير والهاي تحذف، يعني شو ما يراد لها علم يجي واحد يقول لك تعال تحذف لي أداة السؤال وتقدم وتجيب. بالوزاري عند احكي اشتلقى جيب، بس مرات انت هسه هم راح نشوف ان احنا فد سؤال مذني ما تلقى الكلمات هاي، لهذا راح تعتمد على المعنى اللي عندك او مرادفات اللي عندك، فهم مرات يستخدمون مرادفات، مرات يستخدمون كلمات ثانيه، مرات يعيد صياغه الجمله باسلوب يغشك بصريا وانت تتيه وضغط الامتحان والوقت يعني، فما راح تميزها. فالله يخليكم، القطعة الخارجية تنحل بالبركة، تقدر انت لو تاخذ 10 تاخذ 6 تاخذ. اكو سؤال هذا ثابت اللي هو درجتين مضمونة، اللي هو السؤال هذا السادس اعطي عنوان مناسب للقطعة، هذا لازم يجيكم انت بالنسبة لك هذا العنوان مين يجي. اذا لقيت اسماء اشخاص فلان الفلاني فلانة الفلانية السيدة فلانة والسيد فلان كتبوا، بس هو هاي سالي جيبس بس هذا يعتبر عنوان صح. ممكن انت تجي هنا تدور بالقطعة تلقى مثلا تو كاتس بزونتين قطتين بسات اثنين، اكتبها تريد تدمج سالي والقطط مالت الاثنين. طبعا الساعة بالوحدة وعشرة هسه والشارع مليان جهال وصياح وهورنات، وأنا آسف على هالهواسة ما ألقى غير هالأوقات هاي، ومع ذلك هم يسوون لي هواسة المنطقة. ويا منطقتنا حلم أرجع لأصحابي، ما أرد أرجع. على العموم ممكن مثلا lovely a lovely valley الوادي الجميل تقدر تعتبر صح، هم يقبلون ما عندك أي عنوان حلو نازك كيوت، بس ما يردون مثلا تكتب نايس ستوري شورت ستوري بيوتيفل ستوري وندرفل ستوري ستوري، ذني ما يريدون. اقنع وجيب له جملة او فد عبارة من ذني انت بكيفك. فاحنا تقريبا دائما نركز على اول سطرين جيبن وخذ درجتين بالعافية عليك، والدرجات البقية انت وحظك. قلت لك بالبداية وما حب اطيل عليكم، يا اما انت بالبيت وضاف لك 10 درجات رصيد ورحت على الحير ب90 درجة، يا أما نقاط تكملوها. على العموم old Sally Gibbs was a very strange woman. سالي جيبس مرية كبيرة بالعمر كانت امرأة غريبة strange woman. The fine house in which she has lived البيت الجميل اللي عاشت به overlooked a lovely valley يطل على وادي جميل. But she hardly ever went out بس هي ما كانت تطلع، المرأة باقية بالبيت دائما. Though a servant looked after her رغم انه كان اكو عندها خادمة او خادم كان يعتني بها. Her only real companions كانوا رفقائها الوحيدين الحقيقيين هم التو كاتس بالسات اثنين. For years لسنوات she had refused to see any of her relations لسنوات رفضت أن ترى أي من أقاربها relations. As she felt that they all were interested in was her money بما أنه حست وشعرت أنه كل اللي كانوا مهتمين به هو فلوسها. In this she was right وبهاي كانت هي على حق. After her death بعد موتها
الله يرحمها. The few relations she had, الأقارب اللي شوية اللي عندها كانوا gathered, اجتمعوا at the house, بالبيت مالتها, to hear Sally's lawyer read her will, حتى يسمعون محامي سالي يقرأ وصيتها. will هنا بمعنى الوصية. They were all sure, كانوا كلهم متأكدين, that Sally left a great fortune, كلهم يقولون هي تركت ورث أو ثروة عظيمة هائلة. And they each demanded a share, وكل واحد من عندهم كان يطلب حصته, share. مو شير هاي تسوون شير للبوستات مالتكم, لا, شير هنا بمعنى حصة. This led to violent arguments, هذا قاد إلى شجارات عنيفة, ظلوا واحد يتعارك ويا الثاني. In particular, وبالخصوص, about the house, تشاجروا حول البيت, عن البيت, يعني تشاجروا على البيت انه هذا إلي وهذا يقول هذا إلي, واريد 100 متر واريد 50 متر وراح نقسم البيت ونسوي غرف فوق, وحد يقول أجر إلى آخره. Sally's nephew felt that it should go to him as he was one of the few people who used to visit his old aunt before she cut herself off from her relation. ابن أخت سالي شعر أنه هو لازم البيت يروح إليه, بما أنه كان الوحيد من القلة اللي اعتادوا أن يزورون عمتهم وخالتهم الكبيرة السن before she cut herself off, قبل ما تقطع نفسها منهم ومن أقاربها. Sally's cousin, ابن عم سالي, objected, رفض to this, هذا الشيء, and there was an angry scene, وكان هناك مشهد من العصبية والغضب in the living room, بغرفة الخطار المعيشة, while they waited for the lawyer to arrive, وهم كانوا ينتظرون المحامي يوصل, هاي بس يتعاركون. When the lawyer entered, من طب عليهم اللاير, the nephew said, ابن الأخت قال, jokingly, يعني شيء بينكت بطرافة يضحك يستهزئ, that his aunt had probably left hundreds, أو خالته فتركت المئات من الديون. The lawyer did not smile, المحامي ما ابتسم at this, على هاي النقطة مالته, and asked them all to sit down, وطلب من عندهم كلهم يقعدون. He began to read the will, بدأ يقرأ الوصية in a solemn voice, بصوت حزين. Sally had indeed been very rich, سالي فعلا كانت غنية جدا, but she had left the whole of her fortune, لكنها تركت كل ثروتها, to her two cats, لبساتها الاثنين, لقطتها الاثنين, العتوي والبزونة. Did Sally Gibbs wish to see any of her relations while she was alive? هل سالي كانت ترغب أن تشوف أي واحد من قرايبها وهي عايشة؟ No, she didn't. لا, لم ترغب بذلك. هنا هي طبعا لأنه قال she had refused to see any of her relation, فأكيد refused معناتها رفضت أن ترى أي من أقاربها. With whom did Sally prefer to live? مع من سالي تفضل أن تعيش؟ Her only real companions were two cats. بالحالة ما كفت شيء يدل على هذا السؤال, ممكن يعني إلا واحد يستنتجها, مع من كانت تفضل, لأن كلمة prefer ما موجودة بالقطعة, وليف موجودة هنا, ممكن إذا طالب يدور على وين ألقى ليف, وين ألقى ليف, وأحاول أسقط قسم من الليف اللي ما تجي ويا الكلمة, فهذه نوعا ما موجودة الحلول مالتها, فتشتغل على البركة. مع من تفضل أن تعيش كانت هي, فكانت تفضل أن تعيش. She prefers to live with her two cats, حتى لو بس with her two cats كلش كافي, مع قطتها الصغار أو الاثنين. Why did Sally's relations come to her house after her death? ليش اجوا ذولا البيتها قرايبها, ليش اجوا البيتها بعد موتها؟ اجوا حتى
to hear Sally's lawyer read her will حتى يسمعون المحامي مال سالي يقرأ وصيتها. أو ممكن يعني نقول they demanded a share, كانوا يطالبون بحصتهم من الورث، لكن they were all sure. هنا عندنا كاتبين her a few relations gathered at the house، يعني ممكن احنا من هالكلمات نستنتج انه موجود هذا الجواب بهذا السطر، ممكن تجيبوه من الطول للطول ويمشي بالبكالوريا لا تخافون. Did they quarrel؟ quarrel هذه هل تشاجروا violently بعنف العركة مالتهم among themselves بين أنفسهم؟ طبعا they quarreled about the house. فنقول yes they did. عندنا what did they learn when the will was read out؟ ماذا تعلموا؟ شنو اللي عرفوه بعد أن تم قراءة الوصية؟ They learned that Sally had left the whole of her fortune to her two cats. عرفوا انه سالي تركت كل ثروتها للبزازين مالتها. على العموم اني مثل ما قلت لكم القطعه يعني حاولوا لا تفدنوا بتخلوها هي صك الغفران بالنسبه لكم، انه لو تنجحون لو ما تنجحون اللي عندكم بالكتاب 90 درجه او بما معنى 92 ويا العنوان اللي هو تقريبا مضمون، لانه ممكن تكتب سالي زول وصيه سالي المحامي سالي جيبس سالي اند هير تو كاتس او هير كاتس الى اخره من العناوين مثل ما قلت لكم ابتعدوا عن الشورت ستوري. فهذه مضمونه، يعني عندك 92 درجه والباقي خليه يجي زايد خير. بالنسبه للي يريد 100 اللي يريد درجات كلش عاليه، يعني هو رحمه لاهلكم اللي يريد 100 يعني مفروض عنده معاني، مفروض هو مجتهد اكثر من اللازم ويقرا وما ينغدر بالقطعه الخارجيه. انا اتعجب انه واحد درجاته مفول فل بالدرجات دائما ياخذ ميات وتسعينات وبالبكالوري يقول انا القطعه الخارجيه ما عرفت احلها. القطعه الخارجيه الشخص اذا مهيئ اموره بالمعاني ما ينخاف عليه، اكو هوايه من الاسئله حتى يقدر يستنتجها، يعني مو بالضروره يعرف المعاني مالتها لكن 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 يقدر يستنتج الاجوبه. على العموم هذا الحلول مال اسئله خارج العراق المره هاي، يمكن اني طولت بها، اعتقد هيك افضل حتى شوية يصير بها شرح عن بعض الفقرات بعض الأشياء اللي ممكن تتجنبوها. أتمنى النجاح للكل يا ربي وبالتوفيق للجميع. شكرا لكم.